تنظيم لقاء وطني من طرف المنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحولين بحضور أكثر من 35 ولاية. يهدف هذا اللقاء إلى حث وتشجيع الفلاحين على الانخراط في برنامج دعم وتطوير الحبوب والبقوليات الجافة. اتفاقية شراكة مع المنظمة، والاتفاقية راح تعود إن شاء الله بربحة للطرفين، جلب مختص بالتأمينات الفلاحية، تأمينات الصناعة التحويلية، تأمينات السيارات، وتأمينات البنايات إلى آخره. هذه الاتفاقية اللي كان في فحواها امتيازات كبيرة اللي راحين يستفادوا منها الفلاحين وكذلك المحولين، سواء في ميدان الإرشاد، سواء في ميدان التوعية، من أجل إعطاء قوة ومتانة للإنتاج الوطني. على الحبوب نتاع البقوليات، بعدك البقوليات الثقافة نتاعها شوية ناقصة، حنا نتمنوا تكون عندنا ثقافة فيها. ونتاع ثاني تعاون فلاحي لازم يشوريو فلاحين، لازم يشوفوا الأرض تاعهم، المال تاعهم، السجرة تاعهم. أخص التكوين للجيل الجاي، حتى ولا عنده المستوى الثقافي ضعيف شويه، ولكن كي تكون في التكوين، في تربيه النعل، في التكوين في بقره الحلوب، في امور بزاف. التكوين كل واحد في الاختصاص نتاعو، كل في النحل، في الزيتون، في الحبوب، لان بلا تكوين ما يقدر الانسان يتقدم، وما يقدرش اي انسان ينجح في المشروع نتاعو.